بتحس ان خسرت طفولتك يعني كبرتي قبل اوانك؟ 20 سنه واحده بتروح تشتري بيت باربي؟ ما فكرتوا تفتحوا قناه مشتركه انتوا الاثنين مع بعض؟ المجال اللي نحن فيه صعب. شو هالاكتئاب اللي كنتي عايشيه لغير لك حياتك فيه تامر حسني؟ بعد ماما اللي كانت دائما بتسند العائله بتخافي عليها؟ انا بضلني بنصح بس بدك مين يسمع. عديت اديتي من شهرة نور 10. ما بتحسوا انه عالم اليوتيوب مكرر؟ في افكار هلا عم تطلع انا عملتها من 5 سنين. الاصالة كشخصية كثير بحبها. عديت صحيحة اشاعة ارتباط بنين باحمد النشيط؟ سؤالي بعدك. شو الاغنية اللي ما بتحبيها لنور ستارز؟ وحدة. قديه بتطلع فلوس من الفلوجز اللي بتنزليهم على اليوتيوب؟ بعرف مين ساعدك. إذا حذرتوا بتربحوا $1,000. كل يوم اثنين وخميس الساعة 12:30 بتوقيت السعودية والساعة 1:30 بتوقيت دبي. سهي دائما ما بتفارقني فجأة بطلعها أحمد.